اليوم في هذا ظل الاحتقان اليوم موجود على الساحة التعليمية والإضرابات اللي كتعرفها يعني المدارس والمؤسسات التعليمية والتوقف لو نقول شبه يعني مش نقولش شبه تام ولكن ما نقولش تام ولكن توقف شبه تام اليوم يعني ديال الأساتذة على يعني ممارسة العملية التعلمية التعليمية وتقريبا كاين هناك إجماع اليوم ديال كل الفاعلين كل الفئات كل الأطر التربوية وحتى النقابات اللي وقعت على هذاك الاتفاق الأول وحتى الاتفاق اللي شاركت في البلورة هذا النظام الأساسي حتى هي تبرأت منه وبالتالي اليوم يعني كل احنا اليوم كل وضوح في الاتحاد الوطني للشؤون المغرب نحن لم نشارك في صياغة هذا المشروع لم نشارك في حوار على حول هذا المشروع احنا الآن من باب يعني إذا قلنا المساهمة لأن قضية التعليم مش قضية فيها مزايدة احنا ما نتخلوش لن نتخلى على قيام بواجبنا ورسالتنا كاتحاد وطني للشؤون المغرب اللي كأطرها الفصل الثامن من الدستور اللي كعطينا كمركزية نقابية أننا نشتغل وندافعوا على المكتسبات ديال رجال التعليم والأسرة التعليمية وأننا نطالبوا يعني من أجل تحسين يعني أوضاعهم ومن أجل تحسين أجورهم ومن أجل تحسين الظروف اللي كيشتغلوا فيها ومن أجل كذلك العمل على القيام يعني الحوار من أجل دعم الجودة اليوم كنتكلموا على الجودة وكنتكلموا على الجدية اللي طالب بها جلالة الملك إذا باش يشتغل رجل التعليم بجدية ويشتغل في إطار الجودة يجب أن تتحمل الحكومة مسؤولية في الاهتمام به والاعتناء به وتهيئة كل الظروف المتاحة اليوم احنا في الاتحاد الوطني للشؤون المغرب دائما كنقولوا في البيانات ديالنا بان الحكومه بقيت عاجزه امام الغلاء الاسعار امام التضخم امام الاجهاز على القدره الشرائيه اليوم غلاء الاسعار همت جميع المواد الاستهلاكيه المواد المحروقات وخصوصا كيهم الفئه المتوسطه اللي هي اغلبها الاسره التعليميه الحكومه لم بقيت تتفرج كان هناك امل بقيه عند هذه الاسره التعليميه ملي كتقرا هناك تفاوض على النظام الاساسي كانوا كينتظروا على ان النظام الاساسي يخرج بواحد لما نقولوا بواحد الامتياز او بواحد الاهتمام او بواحد حافز ولا بواحد على الاقل دابا الان يكافئ هذا الاجاز على القدره الشرائيه اللي وقعت لهم في الرواتب ديالهم وفي الاجور ديالهم وبالتالي لما خرج هذاك المشروع ديال النظام الاساسي شافوا فيه ما كاين والو يعني بالنسبه للاطر التعليميه وخصوصا الاطر اللي كنتكلموا على الاطر ديال التدريس ما كاين والو بالطبع هذه سنتين هما كصابرين مع هذه الحكومه وكان الحوار حتى في الولايات السابقه كانوا هما فقط كيستافدوا من الزيادات اللي كيوقع الباقي عموم الموظفين في حين وقع الاهتمام بالاساتذه التي احنا مزيان احنا كنقابه بالعكس نريد تحسين الاجور ديال اساتذه التعليم العالي الصحه نحن نريد تحسين الاجور ديال جميع الشغيله جميع مكونات الشغل ولكن اساسيا هي رجال ونساء التعليم لان هما اللي لو نقولوا كيساهموا في تكوين الحاضر والمستقبل ديال البلاد وبالتالي هذا النظام الاساسي اليوم نتيجه هذا الاحتقان ونتيجه الان يعني فعلا الحكومه الان من خلال بعض التصريحات ديال رئيس الحكومه وديال وزير التربيه الوطنيه ابدوا استعدادهم ل يعني لمراجعه النظام الاساسي وحنا هذه القضيه بما ان هناك استعداد لمراجعه النظام الاساسي وجب ان تكون هناك مبادره تاخذها الحكومه بجديه ان تستقبلها الاطراف المعنيه نقابات لو نقول جمعيات أن توسع الحوار الآن الجمعيات المهنية مع الجمعيات الآباء مع الممثلين الأساتذة مع النقابات أن توسع على طول يكون حوار جدي حوار مسؤول وتكون فيه التزامات واضحة لكي نوقف هذا الاحتقال لكي نوقف هذا الاحتقال اللي حصل وأن يعود الأساتذة والمدرسين إلى مؤسسات تعليمية وهم فعلا يعني قد فهموا ما هي التزامات الحكومة بجدية ما هو في القارب العاجل اللي خصها تقوم به الحكومة ما هو على المدى المتوسط ممكن على المدى الآخر يعني ما هو ممكن أن يأخذ بعض الوقت ولكن وجب على الحكومة أن تعجل اليوم كيقولوا رجال التعليم هذاك النظام الأساسي أنت سمعتي الآن في اليوم الدراسي اللي قلنا هناك تقريبا واحد جوج نقاط اللي اعتبروها مضيئة هي قضية وهذاك هذاك راه فيه يعني يلاه هذاك مطلب نهار اللي خرج النظام الأساسي وحبس الاساتذه الاعدادي والتعليم الابتدائي حبس لهم الترقيه ديالهم فقط يوصلوا للسلم 11 ما عطاهمش خارج السلم هذاك المطلب كنا نطالبوا به خلال تقريبا من 2003 النظام الاساسي حتى لدابا حنا كنا كنطالبوا به دابا يلاه تقريبا الله يعوض لهم شي شويه هذاك المطلب هذاك حق الان عاوتاني ماذا شنو
واش غيديروا لهم جبر الضرر، واش غيديروا لهم السنوات اللي ما استفدوش منها. هذا حوار خص الحكومه، ولكن هذا كما كان الحل دابا الان يعتبر نقطه مهمه. زائد النقطه الثانيه هي الموضوع ديال الاطار الباحث بالنسبه للحاملي الدكاتره، ولكن هذو هما اللي كيعتبروهم الان الاساتذه كيعتبروهم فعلا واحد جوج نقاط، ولكن الان وجب اصلاح وجب مراجعه هذا النظام الاساسي وفق الثغرات اللي كانت حاصله في النظام الاساسي القديم، وكذلك معالجتها وفق المستجدات الجديده الان ديال القدره الشرائيه ديال رجال التعليم. اليوم رجل التعليم كان بينه وبين السميك واحد الفرق تقريبا كبير، يعني اليوم دابا الان مابقى بينه وبين مابقى اخر دابا السميك دابا الان وصل 300 تقريبا وزياده، راه مابقى والو بينه وبين السميك. واش حنا نديروا رجل التعليم الان انا واش غنساويوه؟ حنا حتى حنا السميك ما مقنعناش، حنا كنقابه وكاتحاد السميك راه ما كافيش، لان السميك 3000 وكذا. إذا بغيت تشوف المتطلبات بشحال هذا السيد هذا المواطن ولا هذا الأجير بشحال غيمشي يكري، بشحال غيشري، بشحال غيخلص الموضوع، بشحال هاد المشاكل ديال المواد الأساسية الغالة ديالها، راه ما كافيش. ولكن وبالتالي حنا الآن كاتحاد الوطني للشؤون المغربية بهذه المناسبة كنعاودوا نقولوا للحكومة أن تولي العناية الأولى الآن بالأسرة التعليمية رجال ونساء التعليم وتفك معهم هذه الإشكالات، ثم كذلك أن تنتبه إلى باقي الشغيلة وإلى باقي المواطنين الآن الذين تم الإجهاز على قدرتهم الشرائية من أجل أن نفك هذا الاحتقان التعليمي، ولا قدر الله ما يتوسعش هذا الاحتقان لا قدر الله يعني لمجالات أخرى.